بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة والسلام على اشرف خلقه اجمعين، محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا قلوب طاهرة. هذا البرنامج نحن نتكلم فيه حول صفات المتقين، نطرح بعض التوصيات العملية التي طلبنا من عندكم في حلقاتنا الأولى. أن تأخذونها وتطبقونها عمليا في حياتكم. نحن نسير في اتجاه أن نصنع الإنسان التقي. أن نصنع الإنسان المتقي. في نهاية هذه الحلقات نأمل أن ما نقدمه مساهم ويأخذ بك درجة أو خطوة لصناعة الإنسان المتقي. من أين جلبنا هذه الصفات؟ من أين جلبنا هذه التوصيات؟ جلبناها من من خطبه امير المؤمنين عليه السلام التي وصف فيها المتقين صفه اخرى نتكلم عنها في هذه الحلقه وهي تعاكس الصفه التي تكلمنا عنها في الحلقتين السابقتين في الحلقتين السابقين تكلمنا انهم يستقلون او لا يرضون من اعمالهم القليل هنا نتكلم لا يرضون بالقليل ولا يستكثرون الكثير وعنوان هذه الحلقة لا يستكثرون الكثير الصفة التي سوف نتكلم عنها أن المتقين لا يستكثرون الكثير أه هم في حينما تكلمنا عنهم في الحلقتين السابقتين أنهم لا يرضون بأعمالهم أو من أعمالهم القليل كنا أه أوضحنا أنهم استنفروا اعمارهم استنفروا جهودهم، استنفروا طاقاتهم الى ان يكتسبوا قدر الامكان، سوف يستغلون اي فرصه لكي يكثرون من اعمالهم، لكي يكثرون من الثواب، لكي يكثرون من الاجر، سوف يستغلون اي فرصه. وطرحنا في الحلقتين السابقتين ايضا الكثير من الفرص التي هي يوميه، نحن نعيشها بشكل يومي، هذه الفرص التي من الممكن ان نستغلها في في ان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر. هنا في هذه الصفه لا يستكثرون الكثير، نتساءل هل الرصيد الكبير من الاعمال الصالحه لانهم يستغلون كل كل فرصة إذا يعني كأنما عندهم جهاز استشعار إلى الفرص التي سوف تقربهم من الله سبحانه وتعالى. متى ما علم أن هذه الفرصة سوف تقربه إلى الله سبحانه وتعالى يستغلها. يستغلها دون أدنى تفكير. زين. إذا هم يستغلون الفرص فهذا معناه أنه لا يتركون شيء إلا وقاموا به طوال يومهم. نسأل سؤال هل هذا الرصيد الكبير من الاعمال الصالحه والطاعات والعبادات انتج لديهم شعور بالتباهي والاستكبار يعني باعتبار انهم يقومون بكثير من الاعمال التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى باعتبار انهم يستغلون اي فرصه للتقرب الى الله سبحانه وتعالى ويعملون بها هل هذا الامر انشا في داخلهم شعورا بالتباهي والاستكثار؟ لا. لماذا؟ لانه هم يعلمون ان هذا الشعور بالتباهي، الشعور بالاستكثار مخالف لرضا الله سبحانه وتعالى، وهم يخشون ان يخشون الله سبحانه وتعالى فهذا الاستكثار، هذا التباهي لا يكون موجودا عندهم. ايضا لماذا؟ لانهم يحذرون من الوقوع في بعض الرذائل. هذه الرذائل عاده ما تتدخل لتفسد الاعمال. فعلا في بعض الاحيان بعض الناس يستغلون الفرص التي تقرب الى الله سبحانه وتعالى، ولكن تاتي بعض الامور فتتدخل في هذه الفرص فتفسدها. مثل ما يفسد آه يعني كأنما واحد سوى أكلة جميلة وضبطها في آخر شيء في آخر شيء وضع ملح زيادة هذا الملح الزيادة يفسد هذه الأكلة من أبدا فلا, تص... فلا تكون مع جمالها مع وجودها مع... مع أنها فرصة إلا أنه لا يستطيع أحد أن يأكلها لأنها بدون ملح أو لأن الملح فيها زايد مثل شنه هذه الرذائل الذي الذي يحذر المتقون من الوقوع فيها مثل رذيلة العجب العجب ما هو العجب هو أن يشعر الإنسان بالزهو والمنة على الله سبحانه وتعالى بعبادته وأنه أدى لربه كامل حق متى ما شعر الإنسان أن أنا والله والله أنا سويت اليوم عبادة تامة ما شاء الله علي أنا قمت اليوم وصليت صلاة الليل إيه الله سبحانه وتعالى الآن معجب بي أنا معجب بعملي أنا أديت حق الله سبحانه وتعالى هذا الشعور وهذا الكلام الذي يحدث بين الإنسان وبين نفسه هذا الشعور نسميه العجب وهذا العجب يفصل العمل ومشكلة إذا أنا راح أقوم طوال الليل وسوف أصبر على الطاعة وسوف أسهر وأتعب نفسي وبعد ذلك هذا كله هباء منثورا مشكلة فعلا مشكلة ولماذا ذلك؟ لأنني أعجبت بعملي المتقين لا يقومون بفعل هذه الأمور وهم خائفون أن لا, أن لا يكون هذا العمل يرضى عنه الله سبحانه وتعالى وهم يخافون انهم لم يتموا الامر بصوره صحيحه وهم يخافون انهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى كما يجب ال الذي يعجب بعمله هذه الامور ليست محل اهتمام بالنسبه اليه بل يقوم بالعمل يستغل فرصه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ولكنه يفسدها بالعجب مثلا القى محاضره وهذه المحاضره حازت على حازت على اعجاب الناس، وغيرت فعلا في الاخرين، واستفاد منها الاخرين، فاذا راى ان عمله هذا، هذه المحرره التي قام بها، مثلا غيرت في الناس، يعجب بنفسه، والله هؤلاء هذين انا الذي هديتهم، انا الذي غيرت فيهم، انا الذي اثرت فيهم. هل اثرت فيهم من عندك؟ كل ما نقوم به هو من عند الله سبحانه وتعالى، نحن الا الات مستخلفين. إذا قمنا بالصحيح حصلنا على أجر الله سبحانه وتعالى إذا قمنا بالخاطئ فهذا من عندي أنفسنا أيها الأحبة فإذا العجب يفسد الأعمال لنذهب إلى بعض الروايات عن أمة أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام لنعرف ما هي ما هو العجب ولنرى كيف يتكلمون في العجب يقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مهلكات ثلاث مهلكات ما هي هذه المهلكات؟ اول اول هذه المهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه شح يعني بخل وهذا البخل يطاع ان الانسان يطيع البخل في نفسه ثاني شيء هذا مهلك للعمل هو هلك للإنسان هوى متبع أن الإنسان يتبع هوى وهذا أيضا الهوى يأخذ الإنسان إلى الهلاك أيضا ما يأخذ الإنسان للهلاك أعجاب المرء بنفسه عندما يعجب المرء بنفسه لا ماكو مثلي لا أنا سويت أنا أخذت أنا شلت أنا عطيت هذا اللي هذا الإعجاب بالنفس بدون أن يرى أن هذا الذي قام به هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا من المهلكات يعني الإنسان يتعب نفسه ويقوم ويفعل 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 ويأخذ من, من وقته ويأخذ من جهده ويأخذ من طاقته وبعد ذلك كله هذا ينتهي الناس يستفيدون وهو يخسر أيضا قال الرسول عليه صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك ما هو اكبر من الذنب؟ قال العجب العجب. انا اخشى عليكم مو من الذنوب في شيء اكثر من الذنوب انا اخشى عليكم منه، ما هو ان تقوموا بالصالحات ولكن ان تعجبوا بما قمتم به؟ فيهلك فيهل ويذهب هذا العمل هباء منثورا، فينتهي هذا واكون انا من الخاسرين. عن الامام الباقر عليه السلام ايضا. دخل, دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فخرج من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق رجلين دخلوا المسجد واحد منهم عابد واحد منهم فاسق لما طلعوا من المسجد والعابد أصبح فاسقا والفاسق أصبح صديقا لماذا ذلك يا, يا ابن رسول الله ذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكرته بهذه الطريقه يفكر هذا الانسان فتكون فكرته في ذلك يدخل المسجد وهو يقول ما شاء الله لي انا جاي المسجد وانا جيت في اول الوقت وسويت افضل الاعمال وعبدت الله سبحانه وتعالى ماكو ما احد صلى مثلي ماكو ما احد قام بهذا العمل مثلي ماكو ما احد قرأ مثلي ماكو ما احد ختم مثلي ف... هذا الحديث اللي يصير بينه وبين بين نفسه وكانما يدل بعبادته على الله سبحانه وتعالى وكانما يمن على الله سبحانه وتعالى بعبادته فيخرج من المسجد فيخرج من المسجد وهو بهذا التفكير فاسق الفاسق كيف هو حاله وتكون فكره الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب الفاسق يدخل المسجد وفكرته إن أنا مقصر أنا قد عملت الذنوب الكثيرة أنا قد عملت المعاصي الكثيرة فعندما هذ تكون هذه فكرته يذهب للإستغفار يذهب إلى النذام يذهب إلى أنك يا إلهي كل ما أطلبه من عنك أن تغفر لي أن تصفح عني فيخرج من المسجد وهو صديق ويحبه الله سبحانه وتعالى. هذاك العابد دخل عابدا خرج فاسقا، هذا الفاسق دخل دخل فاسقا خرج صديقا، فاذا ايها الاحبه قد نخسر قد نخسر ومشكله كبيره من وراء العجب، ايضا الامام الصادق عليه السلام يقول: من دخله العجب هلك، من دخله العجب هلك، احبتي. بعد الفاصل إن شاء الله نذهب إلى أمور أخرى من المهلكات التي ينأى المتقون بنفسهم ينأى المتقين بنفسهم عن هذه المهلكات، عن هذه الرذائل، تكلمنا عن العجب، بعد الفاصل نتكلم عن الرياء وغيره نذهب للفاصل وبعد ذلك نواصل إن شاء الله، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم احبائي وعزائي المشاهدين في هذه الحلقه نحن نتكلم عن صفه من صفات المتقين وهم انهم لا يستكثرون الكثير من الاعمال لماذا لا يستكثرون الكثير من الاعمال لانهم يخافون اذا استكثروا هذا هذه الاعمال اذا تباهوا بهذه الاعمال يخافون انها تهلك لماذا لان يرافق الاستكثار يرافق التباهي بعض المهلكات قبل الفاصل تكلمنا عن المهلك الاول او الرذيله الاولى المهلكه وهي العج وتحدثنا كثيرا في هذا الجانب ايضا من المهلكات السقوط في الرياء الرياء هو شكل الشرك الخفي تعريف الرياء الشرك الخفي وبتعريف ادق الرياء هو الإتيان بفعل، هذا الفعل قد يقربك من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا أقوم بهذا الفعل لكسب ثناء الناس وإعجابهم، وكأنما المراء يعمل لمن؟ لا يعمل لله سبحانه وتعالى يعمل لرضا الناس، لا يعمل لرضا الله يعمل لرضا الناس، لا يعمل إلى ما عند الله يعمل لما عند الناس، يريد بعمله أن يكسب ثناء الناس، أن يكسب من مال الناس، أن يكسب كأنما ربه ليس الله سبحانه وتعالى ربه هو الناس ومشكله كبيره في هذا الامر يعني هذا الـ الـ هذا المرائي يوم القيامه ما هو حاله؟ هو في الدنيا اتعب نفسه قام واستغل كل فرصه فيها قد قد يكون فيها رضا الله سبحانه وتعالى لكن ماذا فعل؟ قام باستغلال تلك الفرصة وأتعب نفسه وأخذ من جهده ووقته وطاقته وبعد ذلك يأتي يوم القيامة وإذا بالصحيفة مالته كلها بيضاء ما بها شيء يروح إلى الله سبحانه وتعالى معترض يقول أنا عملت قمت بكذا صليت صلاة الليل سويت كذا سويت كذا سويت كذا تصدقت رحت دعيت الى دعوت الى الله امرت بالمعروف نهيت عن المنكر وصلت الارحام الى اخره وين ثواب هذه الاعمال اين اجري فيقول له الله سبحانه وتعالى خذ اجرك ممن عملت لاجلهم انت ما عملت لي انا انت ما عملت الى الله سبحانه وتعالى انت عملت الى الناس فخذ اجرك منهم مشكلة عظيمة يا أيها الأحبة الرياء مشكلة كبيرة وعظيمة وخفي الشرك الخفي ليش لانه في يوم في حاله من الحالات قد يكون الانسان قد يكون الانسان في حال عمله اذا عمل ان ياتيه خاطر داخلي هذا الخاطر ايه قم بهذا العمل لان فلان سوف يستحسنه وهذه مشكله نحن اذا عملنا الى الله سبحانه وتعالى ثقوا واعتقدوا ايها الاحب ايها المشاهدين اذا عملنا هذه الاعمال، استغلنا هذه الفرص الى الله سبحانه وتعالى سوف نحصل على رضا الله وسوف نحصل على رضا الناس. ولكن حينما نعمل للناس سوف نحصل على رضاهم ولكن سوف نخسر خساره كبيره جدا 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 بخساره رضا الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن الرياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يعملون هذا العمل رياء, رياء للناس. وكأنهم نسوا الله سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى. ولا يذكرون ولا يذكرون الله الا قليلا. ايضا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. من هم؟, من هم هؤلاء الذين كذبوا بالدين سورة الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أيضا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس خرجوا للجهاد ولكن لم يخرجوا للدفاع عن الإسلام أو للدفاع عن الدين أو للدفاع عن الملة لا خرجوا لكي يراهم الناس والله هؤلاء ابطال، هؤلاء خرجوا، هؤلاء قدموا في حال الذي يخرج وهو يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. الذي يعمل وهو يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. الذي يعطي الكثير ويقول انا لا اريد الاجر الا من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يحصل على اجر الله سبحانه وتعالى ويحصل على رضا الناس. ويحصل على ما عند الناس، الناس بشكل طبيعي يحبون من يقوم من هو اقرب الى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لانه اذا احبه الله حبب الناس اليه، فاذا هذه هذا هو الرياء في الايات، ما هو الرياء في الروايات؟ يقول الرسول الاعظم صلى الله عليه واله ان المرائي ينادى يوم القيامه. بأي نداء ينادى كيف ينادى يا فاجر يا غادر يا مرائي ضل عملك وبطل أجرك اذهب فخذ أجرك ممن كنت, ممن كنت تعمل له ذلك في يوم القيامة حقيقة لما نسمع هذه الروايات يجب علينا أن نرتجف ذلك يوم القيامة يوم هائل يوم مهول ليش مو فقط من اجواءه مو فقط من آآ آآ الخوف الى اين سوف يؤول الامور لا اكثر من ذلك لانه يوم الفضائح يوم تبلى السرائر يوم يوم التغابن يوم الخسائر لانه كل شيء سوف يظهر على حقيقته اذا كنا نخاف من ذلك اليوم ايها الاحبه فلنكن فلنكن واضحين فلنكن واضحين في اعمالنا اذا قمنا بعمل فليكن لله سبحانه وتعالى ولنجزم وليكن هذا اعتقاد عندنا ان ما اذا ما لله سبحانه وتعالى سوف يكون سوف يكون هذا العمل بفضل الله سبحانه وتعالى منتشر ما الاجر الذي اريده من الناس سوف احصل عليه اذا عملت لله سبحانه وتعالى ايضا قال الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم ان النار واهلها يعجون من اهل الرياء يعني حتى اهل النار الفساق الزنات المجرمين السراق الكذا حتى هؤلاء كلهم لا يعجب لا يضجون من من, من 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 اهل الرياء لا يريدونهم فقيل يا رسول الله وكيف تعج النار قال رسول الله من حر النار التي يعذبون بها النار التي يعذب بها المراؤون هذه النار أسوأ حالا من النار التي يعذب بها بقية أهل النار فأهل النار يضجون منهم كان يقول لهم يا أخي ليش تراؤون تعبتون على كل حال فمن <تعبتون> المسقطات او المهلكات او الرذائل التي تتعب النفس وتهلك العمل وتحبط الاجر الرياء. ايضا من المهلكات مخالفه ما ورد في الروايات وفي النصوص. الروايات والنصوص كثيرا ما كانت تاتي لتحدثنا انه لا تستكثروا اعمالكم. لا تستكثروا الاعمال، مهما قمتم من اعمال فهو قليل. وهنا احب ان انهي هذه الحلقه بهذه القصه عن نبي الله موسى عليه السلام. في يوم من الايام في عصر موسى عليه السلام اصاب بني اسرائيل قحط ما ينزل عليهم مطر. ف فزعوا إلى نبي الله موسى يا نبي الله ادع الله سبحانه وتعالى لنا لينزل علينا المطر لينزل علينا الغيث قال لهم دعونا كلنا نذهب إلى الصحراء ونصلي نستسقي فالله سبحانه وتعالى ينزل علينا المطر وخرجوا كلهم وأخذوا يستسقون طبعا من مع هؤلاء نبي الله موسى كليم الله من معهم؟ كليم الله موسى خرجوا يستسقون. أخذوا يدعون، يصلون، لم ينزل المطر. موسى عليه السلام التفت الى الله سبحانه وتعالى يكلمه مباشره خط خط سريع ساخن. قال له: الهي لم حبست علينا غيثك؟ ليش ماكو مطر؟ ليش ما ما انت منزل علينا المطر؟ قال يا موسى بينكم عاصي. واحد من المجموعه اللي طالعين وياك هذا عاصي بسببه انا لن انزل عليكم المطر. رجع موسى الى قومه وقال لهم يا قوم ترى الله سبحانه وتعالى حابس عنا المطر لوجود عاصي بيننا فليقم هذا العاصي وليرجع الى الديار فندعو الله سبحانه وتعالى وينزل المطر. هذا العاصي عرف نفسه زين المشكله وين؟ انه اذا قام وتحرك وخرج من هذه الجموع شنو اللي راح يصير؟ راح يصير مفضوح، راح يفضح. زين اذا فضح بعد ذلك راح تصير حياته جحيم، لان الناس كلهم بيقولون هذا الذي بسببه منع عنا الغيث، منع عنا المطر. هذا خاف من الفضيحه. شنو سوى؟ على طول سجد الى الله لا مهرب منه الا اليه. لا مهرب منه إلا إليه سجل إلى الله سبحانه وتعالى هذه السجدة كم أخذت من عنده قد تكون ثواني سجل إلى الله سبحانه وتعالى وقال إلهي أنا العاصي أنا أتوب إليك إلهي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد لا تفضحني بين هذا الجمع كانت سجدة مخلصة لله سبحانه وتعالى كانت توبة مخلصة لله سبحانه وتعالى وإذا بالغيم يتجمع وينزل المطر موسى استغرب ما احد طلع لكن الله سبحانه وتعالى انزل المطر رجع الى الله الهي ما احد طلع لكن المطر نزل فقال له فقال الله سبحانه وتعالى لموسى يا موسى عبدي اب الي كان قبل قليل يعبر عنه العاصي الان قال عنه عبدي عبدي اب الي تاب الي رجع الي وبسببه لاحظوا وبسببه انزلت عليكم المطر بسبب هذا العبد أنزلت الآن عليكم المطر فقال موسى لله سبحانه وتعالى يا الله إذا أعلمنا به عرفنا عليه خلنا نعرفه لأن هذا صار ولي من أولياء الله بسببه يرزق العباد فشوف الله سبحانه وتعالى شلون يحب عبده قال الله سبحانه وتعالى لموسى يا موسى لم أفضحه وهو يعصيني كيف أفضحه وقد تاب إلي ألتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمه الى ذلك الوقت اسالكم الدعاء في امان الله